أبيجان أهم مدينة اقتصادية في الساحل الإفريقي، بها شركات وأفراد من معظم دول العالم. وجدوا في أبيجان فرصا اقتصادية جعلت منها وجهة هامة للأعمال. شوارعها تشبه شوارع أهم مدن العالم من حيث التنظيم والرونق والجمال. فالدولة الإيفوارية اهتمت كثيرا ببنيتها التحتية، من الجسور التي تصل أطرافها بعضها ببعض إلى الطرق ذات المواصفات العالمية، وصولا إلى الكهرباء والماء والاتصالات والإنترنت، ما مثل عامل جذب كبير لرؤوس الأموال ورفع مكانتها في الاقتصاد العالمي. ظلت أبيجان العاصمة الأولى لكوت ديفوار حتى عام 1984 عندما حلت محلها مدينة ياموسوكرو، إلا أن أبيجان ما زالت تعتبر العاصمة الفعلية للبلاد لبقاء الكثير من المكاتب الحكومية وسفارات الدول فيها. من يتجول في أبيجان لا يمكنه أن يغفل النهضة العمرانية الضخمة في المدينة التي تغيرت ملامحها وتطورت على نحو كبير من القرن الماضي. رونق معماري ملحوظ، فروع مؤسسات تجارية عالمية، ومطاعم تعكس مختلف الثقافات في العالم، وغيرها من الأعمال التي تحرك العجلة الاقتصادية. واليوم لا يمكن التحدث عن الأعمال في إفريقيا دون ذكر أبيجان، أهم مدينة اقتصادية في الساحل الإفريقي. أبيجان ثاني أكبر مدينة في غرب إفريقيا، التي يعيش فيها أكثر من 4 ملايين شخص. هي وجهة سياحية رائعة للتسوق وتناول الأطعمة المحلية الشهيرة في ساحل العاج، مثل كاري الكسافة، وتشتهر أيضا بأنها موطن لبحيرة إبري لاغون، والتي تقع على الساحل الجنوبي للمدينة. إلى جانب ذلك، تشتهر المدينة بأنها موطن للعديد من المعالم السياحية والثقافية والفنية التي تستحق المشاهدة، والتي جعلت المدينة توصف بأنها أفضل ممثل للتراث الثقافي والحضاري المميز لساحل العاج، ومعالم معمارية جذابة مثل الأبراج الفرنكوفونية الشهيرة في المدينة، وكاتدرائية سان بول، والمتحف الوطني.